في مداخلة من كابتن بدر. نعم، السلام عليكم أول شيء. عليكم السلام كابتن بدر، كيفك؟ أهلا وسهلا، نبارككم طبعا صعودكم للمصاف دوري المحترفين، وبالتوفيق إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله يعني موسم يكون أحسن من الموسم اللي قبل، يعني أعرف أن تلاقون صعوبات، بس عندي سؤال من شقين. يعني نحن نتكلم هنا في دولة الإمارات أن الدعم الحكومي اللي تقولون عنه أنتم، اللي تقول 50 مليون، هل أنتم عندكم بس لعبة كرة القدم، ولا 50 مليون تشمل الألعاب الثانية كلها؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني بالنسبة مثل ما تقول تعاقدتوا مع لعيبة أجانب، الآن عندك 7 لعيبة أجانب قدرت تلعبهم في الفريق، يعني هذه فرصة إذا أنت اخترت الأجانب الصحيحين للفريق، هذا أول شيء. وأيضا تقدر تستعين الآن ما دام في 7 أجانب، هذه فرصة أنك تأخذ لعيبة من الفرق الثانية اللي هي عندها اكتفاء ذاتي من اللاعبين، فهي فرصة أنك تحصل لعيبة يمكن يعني مثل ما تقول إعارة أو شيء، وهذه يساعد هالشيء، وأكيد علاقتكم مع الأندية راح تساهم في هالشيء وتخفف عنكم. فهالسؤالين أبغي إجابة عليهم لو سمحت بعد إذنك. يعني السؤال الأول طبعا الحقيقة دعم كبير جدا، إحنا 50 مليون، أيضا هناك الحوكمة والاستراتيجية للألعاب المختلفة اللي أولاها أيضا الحقيقة صاحب سمو الوكيل تشمل جميع لكل الألعاب، فحسب النتائج تحصل الدعم الحكومة أيضا على الألعاب المختلفة. إحنا في العدالة مثلا عندنا 15 لعبة وعندنا ألعاب متفوقة جدا، فالدخل يكون معقول جدا. طب الحصة الكبرى هل تكون لصالح كرة القدم أم تكون لصالح النادي، أم تكون مناصفة مع باقي الألعاب تتوزع بطريقة؟ والله احنا نصرف على من 50 نصرف على باقي الألعاب، لكن زي ما قلت لك الاستراتيجية ودعم الألعاب المختلفة جميل جدا أيضا، فأحيانا اللعبة نفسها تصرف حسب النتائج اللي تحققها من بطولات سواء على المنطقة أو على مستوى المملكة. نعم، طب والسؤال الثاني شقة اللاعبين؟ بكل تأكيد 8 لاعبين التصحيح، 7 حيكونون يعني 7 في الملعب يعني نتكلم يعني. أيوة، اختيارهم يعني إن شاء الله يكون دقيق جدا، قاعدين نشتغل مع الجهاز الفني بشكل متواصل، وخلال اليوم على مدى 24 ساعة ننام شوي ونصحى، وحنا عندنا ملفات كثيرة جدا لمراجعتها. اللي أحب أتأكد عليه إن شاء الله يكون العدالة في ثوب جديد وبشكل جديد إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله راح نروح فاصل، لأنه كمان دكتور محمد عنده سؤال بس حيكون بعد الفاصل.